السلام عليكم. فيديو اليوم قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب إذا كنتم جديدين. الحين بقول لكم قصتي مع الزلازل. فقبل كم شهر أو شيء زي كذا في بداية كورونا بداية الحجر، تخيلوا إيش صار؟ جانا زلزال في زاغرب. أنا انفجعت مرة لأنه أول مرة أحس بزلزال زي كذا ومباني تكسرت. هذا كان قبل 10 شهور وحسبنا انه خلاص ما عاد بيجي زلزال. وبعدين قبل يومين ايش صار السبرايز حقنا الحلو؟ جاء زلزال اقوى من اخر مرة. يعني انا انفجعت، بس قعدنا في البيت لانه ما عرفنا ايش بنسوي، فقعدنا في البيت. وبعد يعني امس كان زلزال مرة اقوى من اللي كان قبل امس. يعني نحن انفجعنا، انا كنت نايمة على السرير، بعدين الا بدأ الشندل اللي في غرفتي يتحرك. انا انفجعت انه يطيح فوق راسي، بعدين ما ادري مين جاي يسحب يدي. انا ما حسيت بالالم يسحبون، وبعدين ما ادري اي مين جاي يسحبني. انا ما قدرت اشوف ولا شيء، بس اسمع صوت وقعد اتحرك كذا. تحجرت، ما قدرت اسوي شيء، وكنت تحت الشنطه. انا ما ادري، كنت غريبه، تحجرت كذا زي كني ما ادري تحجرت. والحين بقول لكم كيف الارانب كان رياكشنهم. المهم بيلا يعني بساعات قبل الزلزال قاعدة تصقع في الأرض، وكان يعني كانت تتصرف كذا غريب. ما ركبت يعني أبدا، يعني لا تحسبون إذا أرنبكم صقع في الأرض إنه زلزال، لا. نحنا كذا لأنه بيلا يعني شوية أوفر بدأت تصقع، وكانت خايفة يعني عشان كذا. ودائما قبل الزلزال بساعات تبدأ تتصرف غريب. ونحن زي العادي طلعنا من البيت of course، وبعد ما عرفنا ايش نسوي قعدنا ندور بالسيارة. بعدين لقينا مكان حلو زين للأرانب يعني نفرش لهم، وكان عندنا سور سبحان الله. كنا دائما نقول انه بنطلعه، بس دائما ننسى. وسبحان الله كان فيه. وبعدين فرشنا وحطينا السور، والأرانب قاعدوا يلعبون شوية. ويعني زي ما تعرفون الأرانب يخافون من السيارة، وكانوا خايفين من الطريق كله، بس مير الوحيد اللي مروقة تشرب موية تاكل ما شاء الله. بدأنا ما حسينا خلاص كل شي زين، رجعنا البيت وجهزنا أغراض وأشياء نحتاجها وملابس عشان إذا جاء زلزال. وأكيد يعني بعض الأشياء حطيناها في السيارة، وبعض الأشياء خليناها هنا يعني اللي كذا خفيفة اللي تنشال بسرعة. جهزنا كل شيء عشان نكون خفيفين، نشيل كل شيء كذا بسرعة، نشيل الأرانب ناخذهم نشيلهم وننزل. الحين بحط لكم فيديوهات لما كنت أنا برا مع الأرانب وقت الزلزال. Thank you.
بتكلم وانا جالسه هنا لانه الارانب بيشردون متاكد 100%. انه الزلزال كان مره قوي امس، كان في زلزال ما كنا نعرف انه اليوم بعد بيكون في زلزال، بس اليوم كان اقوى من امس. وقبل ما اخلص الفيديو، شكرا على السبسكرايبرز واللايكات والكومنتات الحلوة الجميلة والاقتراحات الفيديو عشان القناتي، بجرب اسويها بس يعني ما راح اقدر كلها اسويها مع بعض عشان نكون كذا دائرة كذا كاملة، فبجرب بعضها اسويها وبنشوف كيف يطلع، اذا كان حلو بكمل اسوي، اشوفكم بعدين.